السنه دي كانت ايطاليا هي تم اختيارها كضيف الشرف في الدوره 26، وده طبعا بالنسبه لايطاليا شيء مهم جدا، خصوصا في الناحيه الثقافيه، لان لو اتكلمنا عن الثقافه يعني لغه، وشويه اللغه هي كانت دايما عائق خصوصا في دوله مثل ايطاليا، دوله اساسها اللغه والادب، كل شيء كان باللغه الايطاليه. فكره ان هي تبدا تترجم المواد المحتوى ويبدا ان هو يطلع للعالم العربي ويكون في تركيز عليها ويكون في ترجمه للمؤلفات الادبيه، ده في حد ذاته كمان نقدر نقول ان هو مشاركه من ايطاليا ومحاوله ان هو بناء التعاون وجسر التعاون ما بين الثقافتين، سواء ما بين الدول العربيه الشرق الاوسط بتمثلها في النقطه دي هنا ابو ظبي، معرض مهم زي معرض ابو ظبي للكتاب، مع دوله زي ايطاليا كدوله برضه بتمثل الاتحاد الاوروبي. السنه دي كان تم الاختيار ان يكون نقدم برضه المكتبه، مكتبه بيبليوتيكا انجيليكا، وهي مكتبه ترجع للقرن السادس عشر، ومكتبه هامه جدا فيها كل المخطوطات، وهنا زي ما احنا شايفين برضه جت 11 مخطوطه اصليه تكون موجوده في العرض، وده شيء مهم يعني ان هو كان يكون موجود في معرض ابو ظبي ويكون عليه تركيز، بالاضافه الى الجناح الرئيسي للجناح الايطالي وكمان المنطقه المخصصه للمقابلات ما بين دور النشر الايطاليه ودور النشر العربيه والمحليه والموجوده في دوله الامارات العربيه المتحده. عندنا مثل ما تشوفون في كلية التقنية العليا جناحنا في معرض الكتاب الدولي لعام 2016، شغالين تحت شعار نتعلم لنعلم بس ببصمة إبداع. عندنا اللي هو الإعلام مع الحاسب الآلي. الإعلام عندنا ورش عمل مثل الرسم، مثل العمل بالصلصال اللي هو الأنيميشن والستوب موشن، وعندنا الاستديوهات نعلم الطلاب، نحببهم في الإعلام من صغرهم. وعندنا بعد اللي هو الحاسب الآلي اللي هو الحماية من القرصنة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وعندنا البرمجة، هذا اللي هو بالمختصر المفيد الحاسب الآلي. بس نحن شغالين يعني أغلبية الناس أنت من تقولي لهم إعلام يجي في بالهم اللي هو تلفزيون وإذاعة، فنحن حابين أن احنا نطور من هالشيء هذا، أن نورجي الناس أن لا، الإعلام مش مثل ما أنتم متخيلين، في عندنا أذله الانيميشن، الستوب موشن، الفيديوهات، عندنا مثل ما تشوفين افلام مسوينها الطلاب من عمل طلاب من سنه طلاب عارضينها، بعد ما نزلت على اليوتيوب ان شاء الله بتنزل قريب، وفي عندنا قناه في اليوتيوب اسمها خبيصه شغالين عليها الطلاب، في عندنا مسلسل اسمه منه وفينا، في برنامج اذاعي في الكليه، اول برنامج اول اذاعه اول كليه تسوي برنامج اذاعي في الدوله اسمه سوالفنا ما تخلص، على فترتين يكون فتره الصبح وفتره المساء. كبير سكان القمر مركبة فضائية وانطلق نحو كوكب الأرض. إجوا من القمر على الأرض؟ نزلوا من القمر لكوكب الأرض، اشترى نظارات طبية متعددة الألوان، وزع النظارات على الأولاد، حاول الأولاد أن يلبسوا النظارات كانت تقع، كلما لبسوا النظارات تقع. ما المشكلة يا ترى؟ ما السبب؟ سكان القمر لا يوجد عندهم أنف، لا يوجد عندهم أذنين. كتبت هاي القصة اللي اسمها سكان القمر يزرعون الجزر لأنه كان في عندي أنا أحفادي وعمالي بقرأ لهم عربي، ولاحظت أنا مع كل وجود الكمبيوتر مع كل وجود الإنترنت والتلفزيون اللي عمالهم بيحضروا، لاحظت أنه عم بيحبوا قراءة القصة من التاتا، فأنا لقيت بدل ما أقرأ لهم بس عملت يوتيوب تشانل سميتها تاتا عايدة. هاي اليوتيوب تشانل راح أقرأ عليها كتب الأطفال، مش بس الكتب اللي أنا مألفتهم، حكيت مع دور نشر وسمحوا لي أقرأ قصصهم، بدي أقرأهم بطريقة باللغة هيك إنه كل حرف يبقى واضح، بدي النطق الصحيح للولد، وبنفس الوقت عم بختار قصص مسلية للأولاد ومدتها قصيرة، لأنه أنا بدي أولادنا اللي يطلعوا هلأ يحبوا اللغة العربية ويحكوها بطريقة حلوة ويعتزوا بنفسهم إنه هم عم بيحكوا عربي. بالنسبة لمعرض الكتاب عم بشارك في صالون الملتقى الأدبي، لأنه أنا عضوة في هذا الصالون اللي معه اللي رئيسته أسماء الصديقي،
أنا عضوة فيه ورح يكون عندي مقابلة يوم الاثنين حتى أحكي فيها عن تجربتي بكتابة القصة. يعني أنا بعد هذا العمر الطويل بديت أكتب، مش لأنه مقصرين الكتاب التانيين، بس لأنه حسيت بحبوا الأولاد يكون في تنويع بالقصص، لما نقرأ لهم قصة بدهم كمان قصص أكثر. يعني هدفي منها إنه الأطفال يحبوا اللغة ويستمتعوا باللغة ويعتزوا بنفسهم إنه هم عم بيحكوا لغتهم، اللغة العربية تبعنا.